حضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مستر ريني فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وإن شاء الله تكون مسيرة طيبة وتكون مسيرة حافلة بالبطولات. يعني شفتم وعرفتم حضراتكم كل شيء عن المدير الفني، إن شاء الله ربنا يكرمه في أول مباراة مع النادي الأهلي في البطولة الأفريقية. ولسه بنكمل حواراتنا وكلامنا مع نقادنا الرياضيين والصحفيين والإعلاميين، معايا الأستاذ محمود باهي الناقد والصحفي الرياضي بجريدة الشروق، علشان نعرف منه رأيه في تعاقد النادي الأهلي وفي المؤتمر الصحفي الخاص بريني فايلر. محمود برحب بيك. أهلا وسهلا يا كابتن. أهلا وسهلا. طبعا في البداية أنت حضرت المؤتمر وشفت المؤتمر، ويعني واضح إن الراجل جاي يعمل تاريخ جديد في قارة أفريقيا، جاي يعمل تاريخ في مصر وتحديدا النادي الأهلي. يعني رأيك في المؤتمر الصحفي ورأيك في الكلام اللي اتكلم بيه الراجل وطريقة تقديم نفسه لجمهور النادي الأهلي؟ هو تصريحات فايلر اتسمت بمنطقيه وواقعيه جيده جدا. الراجل واضح ان هو جاد جدا في عمله. الراجل مجرد من التعاقد قال لك انا بدات اتفرج على مباريات النادي الاهلي، بدا يبحث عن معلومات، بدا يبحث عن يطلب من الجهاز المعاون كابتن صلاح حفيظ معلومات عن اللعيبه وعن الجهاز المعاون اللي هيكون اعضاء المصريين. في نفس الوقت اكد ان هو عارف ان دوري ابطال افريقيا هو الهدف الرئيسي للنادي الاهلي، ما اكدش على الاهداف المحليه بس او البطولات المحليه بس. رد على بعض الانتقادات اللي كانت بتواجه طريقه عمله، قال لك لا طريقه دفاعيه او خطه دفاعيه، قال لك لا انا بس ان انا اقدم كره هجوميه، وعارف ان النادي الاهلي بيقدم كره هجوميه ويميل ان هو يحرز عدد كبير من الاهداف، لكن في نفس الوقت خطه اللعب او طريقه العمل اللي هيحددها امكانيات اللعيبه. فالراجل كان كلامه كله واقعي ومنطقي، عارف ان الضغوط، عارف الضغوط اللي عليه في النادي الاهلي، وقال لك ان الضغوط دي بتدفعنا اللي هو العمل بشكل اكبر، وقال برضو ان الضغوط دي موجوده في اي مكان في العالم. فانا شايف ان هو تصريحاته مبدئيا تصريحات منطقيه جدا واقعيه جدا، ما اطلقش وعود، ما اطلقش اي حاجه غير ان هو رد ووضح وقال انا عارف حجم المسؤوليه الكبيره وحجم الضغوط اللي مستناني في نادي الاهلي، وان هو اسم كبير واسم نادي الاهلي وجماهيريته وبطولاته وشعبيته هي اللي دفعته ان هو يخوض اول تجربه ليه خارج حدود قاره افريقيا. فانا شايف بصراحه كل كلامه حتى الان وكلام واقعي ومنطقي بيدل ان الراجل برجماتي اكتر زي ما بنقول، او راجل عملي بشكل كبير، مش راجل جاي يقول شعارات كبيره وخلاص يعني. طيب هل انت شايف ان يعني الصدفه ان يجي في مباراه افريقيه ممكن ما تكونش قوية قوي، لكن مباراة اكيد مهمة ومباراة ليها اهمية، هل ده شايف ان هو التوقيت ده مثالي علشان يتعرف على اللعيبة واللعيبة تتعرف عليه وكمان يبقى فيه ان شاء الله مكسب وبالتالي ياخد ثقة ويبدأ ان الامور تكون ماشية معاه بشكل ايجابي؟ هو مبدئيا يعني لازم يكون الجماهير او الخبراء او النقاد يعرفوا ان بصمة فايلر مش هتظهر في اول ماتش، لا على الاقل محتاج له حوالي 3 4 شهور على الاقل. الراجل اللي قدامه حوالي 10 ايام، حتى قال ان في فال حسن ان هو اول مباراه ليه مع النادي الاهلي هتتزامن مع عيد ميلاده. الراجل بيحاول ان هو يتفائل وعارف الحجم المسؤوليه الكبيره عليه، عارف ان الاجواء العمل في اوروبا سواء في بلجيكا العمل بيها او سويسرا مختلفه تماما عن اجواء العمل في افريقيا. مفيش يا كابتن عمر مباراه سهله في كره القدم، مباراه صعبه، انت ممكن تستهتر بمنافس وتلاقي مفاجاه تطيح بيك وتطيح باحلامك الكبيره في بطوله افريقيا. عشان كده شايف ان المدرب بصماته مش هتظهر بين يوم وليله، محتاج هو الصبر. وهو كمان رد واكد على الرساله، قال انا بتمنى ان الجماهير تصبر عليا واتمنى الجماهير تساندني ويصبروا، لان طريقه العمل او اثاره او نتائج العمل بتاعته مش هتظهر بين يوم وليله. استاذ محمود بشكرك شكرا جزيلا، يعني شرفتونا ونورتنا واستمتعت جدا جدا بارائك. شكرا شكرا. لسه مكملين معاكم، ويعني اكيد طبعا نجومنا الصحفيين والاعلاميين والرياضيين، ومعايا واحد من نجوم الصحافه والاعلام وهو مش غريب على قناه النادي الاهلي، الاستاذ ايهاب الخطيب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، واكيد رايه مهم جدا في تعاقد النادي الاهلي مع ريني فايلر. استاذ ايهاب برحب بحضرتك. اولا حبيبي عمر وحشني وحشني كل جماهير النادي الاهلي، ومبروك النهارده على المدير الفني الجديد. الله يبارك فيك. يعني اكيد طبعا حضرتك موجود ويعني متابع اول باول تعاقد النادي الاهلي مع مدير فني سويسري، مدرسه جديده على افريقيا على النادي الاهلي. عايز اعرف رايك وتطمن الجمهور الاهلي على تعاقد الاهلي مع ريني فايلر. بص يا عمر، احنا عايزين نتكلم. اولا الامور اختلفت، كان في كده شاسيهات وعناوين دايما تتحط، يقول لك اصل ما عندوش خبرات افريقيه، صح، اصل ما دربش جوه مصر، اصل درب بره. عايزين نقول حاجه، الكره في العالم كله مدوره، مفيش كره في حته مربعه وكره مدوره، صح. خطط اللعب كلها واحده، في لغه انجليزيه، في لغه عربيه، في لغه فرنسيه. كره القدم انت لو اتفرج على الدوري البرازيلي وفي لعيب كده بيقول لحد حاجه، انت قاعد بره بتقول لك ده بيقول له كذا. اتفرج على الدوري الانجليزي، ماني طالع بيعمل كده، خلاص ده معترض على محمد صلاح انه ما بيوصلوش. يا جماعه لغه كره القدم هي لغه عالميه، فبالتالي حته انه اصل ما فيش خبره افريقيه، اصل ده كلام وجهه نظر مهم. ممكن يكون السي في بتاعه مش قد طموح جماهير الاهلي، لكن انت عندك مانويل جوزيه قبل ما يجي النادي الاهلي كان عنده سي في كبير؟ ابدا، مع النادي الاهلي سي في كبير جدا. ليه؟ عندك مقومات نجاح، اداره،
جمهور لاعبين. لما يبقى عندك المثلث ده اسمه مثلث الرعب، اداره وجماهير ولاعبين، تضيف عليه مدير فني عنده قدرات كويسه، اقول لك في نجاح. مدير الفني تقدر تبص عليه وتشوفه في 6 ماتشات او في 8 ماتشات، يعني بعد ال6 ماتشات تبدا تقول شايف. وبعدين انا برضه عايز اقول لكل الجماهير ان ريني فايلر بره التقييم، يعني بلاش تحسسه الراجل اللي هو جاي تحت اختبار، لا ده جاي تعاقد، وبالتالي هنا يحتاج الدعم عشان ينجح في المرحله الجايه. هل حضرتك جمهور الاهلي محتاج مدرب يكون نجاحاته ازاي بالنسبه للجمهور الاهلاوي؟ هل بطوله افريقيا، هل بطوله الدوري، هو ده مدى مقياس النجاح بالنسبه لجماهير وارضاء جماهير النادي الاهلي؟ خالص مطلوب مدير فني يكون عارف قيمه وقدر النادي الاهلي بس. خلاص انت عارف قيمه وقدر النادي الاهلي، يبقى الدوري ده طبيعي في النادي الاهلي. الكاس بيجي وبيروح بس بيبقى فيه تركيز. بطوله افريقيا هو ملك افريقيا ونادي القرن، وبالتالي لو انت جاي وعارف انت جاي بتدرب ايه هتبقى عارف طموح النادي. تجربته في بلجيكا يا استاذ ايهاب ودرب نادي كبير زي اندرلخت، هل حضرتك شايف ان دي بما انها محطه كبيره وبالتالي هو جاي نادي كبير تاني زي النادي الاهلي، وبالتالي الموضوع مش هيكون فيه رهبه اللي ممكن مدربين تانيين يجوا يكون فيه رهبه النادي الكبير الجماهيري اللي عنده طموحات واحلام؟ بص يا عمر، اندرلخت تجربه كويسه، لان اندرلخت في ال5 سنين اللي فاتت ما خدش دوري غير مره واحده وسوبر مره على ايد الراجل ده، والبعض عاب على الاداء ساعتها. لكن لما تبقى فرقه بقى لها 5 سنين ما بتاخدش دوري، هو يجي في النص ياخد دوري ما تاخدش دوري من ساعتها ولا بطوله. يعني اندرلخت ما خدش ولا بطوله في ال5 سنين فاتوا الا بطولتين، سوبر ودوري على ايد الراجل ده. فبالتالي في مدير فني بيعرف يجيب البطوله حتى لو ادائك وحش. يعني دايما يقول لك ايه الفريق ده ما قداش، يعني مثلا يقول لك الاهلي السنه فاتت ما كانش مقنع بس خد الدوري. ماشي في ظروف، بس في واحد بيعرف يعدي بيك الظروف. هو شخصيه كويسه، اداؤه كويس، جاي عايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي. تحاسب الراجل على ادائه وشغله مع النادي الاهلي وما تستعجلش في الحكم عليه. أيوة. ولازم تصبر. والحاجه الثانيه انه مش جاي يتقيم، هو مدرب كويس لكن يعني نتائجه هي اكيد اللي هتحسم حاجات كتير فيه. تدعيمات يا استاذ ايهاب الاهلي دعمها، هل دي هتكون ان شاء الله مع وجود مدير فني كبير وعنده فكره، هل حضرتك شايف ان التدعيمات هتكون اضافه قويه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ في ميزه المره دي مع وجود لجنه التخطيط، ان انت بالظبط بتدعم المراكز اللي انت عايزها. انت بتدور على مساك بقالك سنه، بتدور على لاعب ديفندر كويس، يبقى حاجه كل الجماهير عارفينها، مهاجم قوي بشكل كويس. انت عندك مهاجمين، ربما بعض المهاجمين ما خدوش فرصه، لما ياخدوا فرصه يبقى صفقه. انا مع لما بتجيب لاعب بيبقى في عاره وتالق وراجع ده صفقه، انا مع ان لاعب ما بيلعبش لما تعيد اكتشافه وتوقفه على رجله. مين في مصر مساك احسن من رامي ربيعه؟ مع احترامي للجميع، لكن وهو مصاب انت حاسس ان عندك نقص، لما بيرجع بتحس انه موجود. كمان بيجيب معاه محمود متولي، موجود عندك ياسر ابراهيم، موجود عندك لعيبه كتير، سعد سمير ما ننساهوش، ايمن اشرف جوكر كبير. فبالتالي ما عندكش مشكله في الخط الخلفي لا في حراسه المرمى ولا في المساكين اللي كانت موجوده السنتين اللي فاتوا. ديفندرات ما عندكش فيهم مشكله، صناع اللعبه ما عندكش فيهم مشكله، الطرفين ما عندكش فيهم مشكله، الهجوم انا بقول ما فيش فيه مشكله حتى هذه اللحظه، لان يعني في لعيبه لو خدت هتأدي بشكل كويس. كمان في لعيب لازم يشعر بالطمأنينة طالما هو موجود، أزارو، لأنه أكيد هيسجل بشكل كويس، إنه على مدار سنتين مسجل 40 هدف وبالتالي معدل تهديفي عالي. أشكرك أستاذ إيهاب، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا حبيبي. عمور شكرا، عمور شكرا كلكم. شكرا. لسه مكملين معاكم في لقاءاتنا وحواراتنا، والاستاذ احمد الخولي طبعا نقد الصحفي كبير قوي واللي اكيد هيقول رايه، عشان رايه مهم. يا ابو حميد برحب بيك. ازيك يا عمر؟ برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عايز رايك في المؤتمر بشكل عام، والنادي الاهلي دايما زي ما انا بقول مختلف في كل شيء، في تعاقد مع مدير فني مع لاعب بيتم تقديمه بشكل كويس جدا عشان الجمهور يعرف كل حاجه عنه، وبالتالي المساحه الكامله اللي دايما متعودين عليها من النادي الاهلي لاي حد داخل المنظومه. هل شايف وجود المدير الفني في مؤتمر صحفي بعد ما الجمهور اتفرج وشاف الجمهور الاهلاوي، وهل هو بقى يعني مستني مباراه افريقيا بفارغ الصبر عشان يبدا اول مباراه، ولا الجمهور الاهلاوي ما يستعجلش علشان خاطر يتم تطبيع ما بين المدير الفني وبين اللعيب؟ من المؤكد ان اي مدير فني بيحتاج وقت عشان يبدا ينفذ فكره، وفي نفس الوقت طبعا يتعرف على اللعيبه ويعرف قدراتهم. هو الراجل الصراحه عجبني جدا اجاباته، وهو ما يعني جاوب اجابات واقعيه ومنطقيه وبسيطه. هو قال يعني ان انا محتاج اتعرف على اللعيبه واطور ادائهم، ومن خلاله هبني وهختار الطريقه اللي انا هلعب بيها. فهو مش جاي بطريقه معينه، لا هو جاي يتعرف على الفريق، يعرف امكانيات اللعيبه، يبدا يستغل هذه الامكانيات ويطبق طريقه لعب هي هتكون مناسبه. هو طبعا واضح جدا ان هو الكابتن محمود الخطيب وبقيه اعضاء لجنه التخطيط
فهموه كويس جدا ان احنا ده نادي بطولات، وان احنا محتاجين منك ان انت تحقق اللي هو الانجازات والبطولات بتاعتنا. ما ينفعش ان احنا مش هنلعب على حاجه غير على الفوز، وهو قال كده. فبالتالي طبعا هو دلوقتي الراجل فاهم سياسه النادي، محتاج وقت طبعا. مستحيل يكون الماتش بتاع افريقيا ده هيكون في وقت كافي ان هو يتعرف على الفريق او ينفذ فكره. احنا محتاجين نسيبه فتره، يعني على الاقل مثلا يعني نقول ماتش افريقيا واول ماتشات في الدوري، اول مثلا اربع خمس ماتشات، بعد كده هيبدا يبان هو فعلا طريقته هتنفع النادي الاهلي او هو ليه فكر هيحققه. هو قال كلمه مهمه جدا على فكره عجبتني، قال انا بيهمني جدا الاداء الممتع. طبعا انا متواجد في النادي الاهلي وحضرت يعني مؤتمرات لمديرين فنيين كتير، يعني تولوا المسؤوليه ده، يعني ده من المرات القليله اللي انا الاقي واحد مدير فني متمسك بالاداء الممتع، لان عاده المدير الفني ما بيشغلوش غير الفوز. وكلنا شفنا تجربه كوبر مع المنتخب مصر، كان ما بيتكلمش دايما غير اللي انا بحقق التارجت بتاعي اللي هو الفوز. فبالتالي احنا نتمنى التوفيق ليه، وباذن الله يعني يحقق المطلوب منه مع النادي الاهلي. بشكرك يا اخوي، شكرا جزيلا. شكرا عمر، شكرا. ربنا يخليك. لسه مكملين معاكم وهنكمل مع الاستاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه. استاذ ايمن برحب بيك في البدايه ومنور النادي الاهلي. منور بوجودك الساده المشاهدين الكرام. يوم يعني من الايام المهمه في مسيره النادي الاهلي، يوم جماهيري، وان شاء الله باذن الله يكون بدايه مرحله توفيق ان شاء الله باذن الله. استاذ ايمن، يمكن ريني فايلر اتكلم وقال ان هو جاي يبحث عن الاداء الممتع. هل الاداء الممتع مع البطولات يرضي طموحات واحلام جماهير النادي الاهلي؟ شوف، هو التصور الإعلامي والتقديم الإعلامي والمحبة الجماهيرية والعاطفة الجماهيرية شيء، والجانب العمل شيء آخر. يعني معلش، يمكن أنا عشان أنت عارف أنا كنت في الحج وجيت الفترة الكام يوم اللي فاتوا دول، لاحظت أنه الناس نسيت أنه النجاح في النادي الأهلي منظومة. صح. منظومة لها عدة أفرع وليها عدة روافد، من الجمهور العظيم، من الإدارة المنتظمة المستقرة، من الإمكانيات، من الثوابت التاريخية اللي بيرتكز عليها، النهاو بتاع البطولة. صح. اللي بيصنعه النادي الأهلي بجمهوره بإدارته بعبته بكل المنظومة اللي موضوعة في هذا الأمر. فكون ان احنا نربط الامر بشخص واحد او بعنصر واحد ونتصور ان النجاح مرتبط بشخص، اعتقد انه ده بيجانبنا التوفيق في هذا الامر. النجاح منظومة كبيرة جدا جدا، من بينها المدير الفني. مدير فني شاب عنده طموحات، اكيد في دراسات اتعملت. الناس طبعا اللي كانت موجودة في اللجنة، انا مش محتاج ان انا اجاملها، لانه الدكتور طه اسماعيل اعلى محلل الفيفا كان مختاره علشان يتولى امور فنية في القارة الافريقية كلها. كلنا بنشوفه وبنشوف يعني رؤيته الفنية، ويعني كان ليا الشرف ان هو يعني كان محلل مجلة سوبر لما انا كنت سكرتير تحرير مجلة سوبر في الامارات، وكان طبعا اختيار مجلس التحرير والناس القائمين على هذا الامر من 2003، مش من النهاردة. زكريا ناصف، خالد بيبو، اسماء كبيرة، وطبعا الكابتن محمود الخطيب. فكل هؤلاء الناس ما اعتقدش ان هم يعني احنا ممكن يكون عندنا خبرات في مجال كرة القدم زيهم. نديهم الفرصة، طبعا محبة الجماهير وعاطفتها وتقييمها للوضع شيء، والتقييم الفني على ضوء الظروف وعلى ضوء الطموحات وعلى ضوء الدراسات والمناقشات اللي بتتم مع المدير الفني، اعتقد ان هي باذن الله المستوى الذي يليق باسمه وبمكانته وبمكانه الكره المصريه. استاذ ايمن، حضرتك شفت الجمهور الاهلاوي، يمكن جمهور الاهلاوي محب قوي للنادي الاهلي ومحب جدا لفريق كره القدم، فكان عندهم استعجال شويه على معرفه اسم المدير الفني. هل ده حضرتك ممكن كمان نلاقيه في استعجال
طبعا النادي الاهلي بيعلن في الوقت المناسب زي ما احنا كلنا عارفين. هل ممكن نلاقي استعجال شويه على اداء ممتع، اداء يعني بالنسبه لهم يكون مبسوطين بيه جدا مع اول مباراه موجود فيها المدير الفني، ولا بما ان حضرتك راجل قيمه وقامه في الرياضه المصريه حضرتك ممكن تديهم نصيحه، ممكن تتكلم معاهم تقول لهم ايه المطلوب من الجمهور الاهلاوي الفتره اللي جايه؟ مطلوب من الجمهور الاهلاوي ان هو يستمر على حبه ومساندته للنادي الاهلي بلس 90 زي ما بيعمل النادي. جمهور النادي الاهلي عود الناس وعلم الناس انه حتى والوقت بيخلص هو في ظهر النادي الاهلي، وانه ممكن تكون في لحظه فيها عثره. مفيش انسان بيفضل ناجح طول عمره، مفيش انسان بيوصل للقمه طول عمره او بيفضل على القمه طول عمره. في حاجات بتوصل فيها للتوب فورم وبعدين بتنزل، انت راجل لعيب كوره وعارف. فانا بقول لجمهور النادي الاهلي زي ما كان في مرحلة يأس في الدوري، ويمكن أنا واحد من الناس كناقد رياضي متابع كان في مرحلة يأس وتصورنا أنه الدوري ضاع، لكن فضل النادي الأهلي بمساندة جماهيره رغم كل المشاكل والعقبات والحواجز اللي كانت بتتحط له، يقفز فوقيها ويصطدم ببعضها ويقع وبعدين يشد من نفسه تاني ويستمر. جمهور النادي الأهلي بتاع المساندة لحد بعد الدقيقة 90، هنا هتصنع البطولات، هنا هتصنع الإنجازات، هنا هتضيف للكرة المصرية. وأعتقد أنه تأثر المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية كان بسبب أن الأهلي كان متأثر وبسبب أن الناس بتحاول تدخل النادي الأهلي في مشاكل. فإن شاء الله بإذن الله تعالى هتستمر المنظومة، لأنه الجمهور ضلع كبير جدا جدا في منظومة النجاح. شكرا جزيلا زي ما بدر ربنا جدا كابتن عمر، ميرسي جدا جدا، وان شاء الله باذن الله موفقين. واعتقد ان قناه النادي الاهلي قدمت صوره متميزه، هتتابع وهتفضل ان شاء الله باذن الله مرآه لجمهور النادي الاهلي والجمهور الرياضه المصريه وللاعلام المصري المتزن المحترم. بشكرك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك. لسه مكملين معاكم ونروح لواحد من نجوم النادي الاهلي، الكابتن عبد المنعم شطه. يا كابتن شطه برحب بيك. كابتن شطه اهلا وسهلا. اهلا، وحشتك يا كابتن كتير. الحمد لله، الله يخليك يا عمر. يعني كابتن حضرتك قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي وراجل تاريخ طويل جدا في الكره الافريقيه والكره المصريه، لكن نغمه ان المدير الفني اللي لازم يكون موجود في النادي الاهلي وموجود في مصر لازم يكون عنده خبره افريقيه ولازم يكون عنده خبره سابقه علشان يعرف يتعامل بعد كده مع انديه مصريه، هل الكلام ده كابتن صحيح ولا كره القدم والتطور الكبير اللي شفناه ده بقى بيكسر كل الحواجز دي؟ هو الافضل طبعا الافضل، لكن ممكن يكون بقى من خلال اداء ومن خلال طريقه لعبه ومن خلال اللعيبه اللي موجوده وامكانياتها وخبراتها الافريقيه يتغاضى عن هذا الامر. بس الافضل انه يكون عنده خبره افريقيه، ليه؟ لانه هيضطر بقى ما يتوترش لما يروح يسافر 7 ساعات و8 ساعات يقعد ترانزيت في حتت وكده، الحاجات دي ممكن ما يتقاش الاقلم عليها، تاثر في شخصيته تاثر في ادائه. ولكن اللعيبه هي اللي بتؤثر، اللعيبه هي اللي عندها خبرات افريقيه، اللعيبه اللي بتخوض كل الامور. محمد يوسف قبل كده كسب بطوله افريقيه بلعيبه يعني عندها خبرات وكده، والموضوع ببساطه شديده جدا احنا محتاجين لمدرب انه يكون عنده بس القدره على انه ازاي يشكل فريق كويس وازاي يستطيع انه يعرف اللعيبه وامكانيات اللعيبه، ودي حاجه طبعا لكل مدرب عنده خبرات يقدر من خلال هذه الامور انه يستوعب ويعرف اللعيبه اللي موجوده. بعدين طبعا عندنا برضو كمان يعني الان كميه من اللاعبين محتاج المدرب على الاقل من 15 ل 20 يوم عشان يعرف الحقيقه الوظائف اللي هيقدر يشكلها في هذا المكان، وعنده الوقت الكافي الحقيقه. انا سمعت ان الدوري هيبدا في اواخر سبتمبر حاجه كده يعني، لكن ماتش الاهلي والزمالك برضه كمان يعني حقيقه وعنده ماتشين في افريقيا وعنده كمان 3 4 ماتشات وديات يقدر يستوعب كل الامور. واحنا بنقول دايما يا جماعه انه النادي الاهلي بيصنع مدربين، والنادي الاهلي قادر على انه من خلال سياسته من خلال الاستراتيجيه ومن خلال البنيه التحتيه بتاعته يقدر يخلي المدرب يعني يبتكر، وحصلت مع هيدكوتي وحصلت مع جوزي. فانا اتمنى بالتوفيق طبعا، اتمنى انه اختيار يكون موفق. وانت عارف احنا المدربين دول مهما ممكن تجيب مدرب، ممكن تجيب احسن مدرب في العالم جوارديولا ويجي النادي الاهلي ما ينجحش، ممكن تجيب مدرب على قدر كبير جدا. احنا جبنا كابتن مارتن يولو ما نجحش او ما حققش طموحاته واحلام جماهير الاهلي. يعني عموما دي كلها حاجات يعني هي توفيق، وكلها النادي الاهلي وفر لك كل حاجه واللعيبه موجودين، والان نترك الامر لهذا المدرب انه يعني تو امبروف او انه يتطور من اللعيبه ويطلع علينا شكل كويس للنادي الاهلي ان شاء الله الموسم القادم باذن الله. كابتن شطه بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا كابتن شطه، ربنا يخليك كابتن. توفيق ان شاء الله، ربنا يخلي حضرتك. طبعا ده كان لقاء مهم جدا مع الكابتن عبد المنعم شطه نجم النادي الاهلي وواحد من اللي عملوا تاريخ كبير جوه النادي الاهلي زي ما حضراتكم تابعتم وشفتم. يعني الحمد لله ربنا وفقنا وغطينا لحضراتكم احداث المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدير الفني ريني فايلر لكل جمهور الاهلاوي.
حضراتكم كنا موجودين معاكم قبل المؤتمر وبعد المؤتمر، وكنا حريصين على أخذ كل الآراء ووجهات النظر من الصحفيين والإعلاميين والرياضيين بشكل عام. حضور كبير جدا موجود في النادي الأهلي، لكن زي ما حضراتكم متعودين هتشوفوا كل حاجة خاصة بالنادي الأهلي والفريق الأول على قناة النادي الأهلي. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. التدريب إن شاء الله هيكون الساعة 5، حاليا المدير الفني متواجد في غرفة كرة القدم، وكل حاجة هتكون موجودة مع حضراتكم على الهواء مباشرة. استنونا على قناة النادي الأهلي بداية من الساعة 5 عشان ننقل لحضراتكم أول تدريب يقوده ريني فايلر مع الفريق الأول للنادي الأهلي. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الساعة 5 ما تنسوش، ونشوفكم على خير إن شاء الله.